الله أكبر الله أكبر. كلما صدح الأذان من مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم رأيت أفواج المصلين وهم يتوافدون عبر ساحات المسجد الخارجية في أجواء المدينة المنورة المعروفة بالحرارة والجفاف، وما هي إلا خطوات قليلة، وينعمون بنسيم بارد رطب ينسيهم الحرارة والجفاف، فيؤدون صلاتهم بطمأنينة وسكينة وخشوع. مراوح الرذاذ المركبة في ساحات المسجد النبوي الشريف هي مراوح خاصة ببث رذاذ الماء من محطتين داخل ساحات المسجد النبوي الشريف، وهذا الماء هو منقى ونظيف، تتحرك المروحة باتجاه كامل لتبث الهواء على ساحات المسجد النبوي الشريف. عدد هذه المراوح 436 مروحة، الذي يجعل هذا العمل العظيم هو تلطيفا للهواء في ساحات المسجد النبوي الشريف، وأيضا إضفاء إلى تقليل درجة الحرارة في هذه الساحات بما يصل إلى 10 درجات عن غيرها في أطراف المدينة المنورة، لينعم الزائرين والمصلين في ساحات المسجد النبوي الشريف بجو لطيف ممتع، يؤدون العبادة بكل خشوع وراحة وسهولة.